30 كنت في السنة 16 من عمري. وانتعلت انفعال كبير جدا لهذا المخطط مع زمرة من الشباب في ذلك الوقت. ومن ذلك الوقت بدأت في المعركة مع الاستعمار وحركة في الحركة الوطنية ومع الاستعمار في جميع مناحي. من هناك بدأت حركتي فيما يتعلق بالحركة التعليمية ونشاطي الثقافي التعليمي. فلم تمضي 4 سنوات حتى كنت أؤسس مدارس عربية إسلامية لتعليم القرآن وتركيز اللغة العربية. وتخرج من تلامذتي الآلاف من والحمد لله. وكانت حركة إسلامية عربية قوية نهضوية استطعنا بها أن نواجه الاستعمار حتى فشل ذريع. ولا يمكن أن أنسى ولا أن أنبه هنا أن تفاعل معنا وتجاوب معنا كثير من إخواننا في المشرق العربي. هنا هل نستطيع أن نذكر بعض النماذج؟ مثلا عبد الوهاب عزام أو عبد الرحمن عزام مثلا الأمين العام للجامعة العربية. نعم. كان له دور بشكل أو بآخر في بلورة القضية المغربية. الواقع عبد الرحمن عزام كان دائما من الزعماء ومن القادة العرب المناضلين المجاهدين، هذا ما فيه شك ولا ريب. وكان له دور في الجملة في عام 30، ولكن الدور الأول في مناصرتنا في قضية البربرية كان لشخص هو الأمير شكيب أرسلان. الأمير شكيب أرسلان رحمة الله عليه حقيقة تحمل مسؤوليته. كيف؟ يعني سلط قلمه واتصالاته كلها لمقاومة الظاهر البربري. من ذلك الوقت نظم الاتصالات مع الشباب الموجود في ذلك الوقت مع يعني لمناصرتنا. عرف بالقضية كل من كان يعرفه من المفكرين الموجودين في أوروبا. يعني كانت عنده مجلة اسمها الأمة العربية لا نسيون عرب، كان يكتب فيها المقالات وينبه إلى الأخطار. قاوم مقاومة عنيفة شخصية، يعني كانت تلعب دورها في مساندة الفرنسيين، وكان يدعي يعني مشيخة الطرق وهو عبد الحي الكتاني. شهر عليه حرب شعواء. يعني أمين شكيب لعب دور جزاه الله كل خير كبير في الناحية. كذلك الإمام رشيد رضا، يعني إذا ما تصفحتم الآن مجلة المنار في ذلك الظرف تجدون أن رشيد رضا قام بدور مهم في مناصرتنا. كذلك شخصية عربية مصرية إسلامية محب الدين الخطيب، كانت يصدر جريدة اسمها الفتح، كانت جريدة الفتح أصبحت جريدة مغربية. يعني ليس لها الدور إلا ما يتعلق بالمغرب والدفاع عن قضيته. ويمكن أن أقول بأنه وقع تجاوب مع الملك عبد العزيز آل سعود في ذلك الظرف فناصرنا. مع الحاج أمين الحسيني كذلك رئيس الهيئة العربية يعني في فلسطين. وبعبارة كل يعني الوجوه المنيرة المؤمنة في ذلك الظرف إلا تفاعلت وتجاوبت معنا. فكانت حرب يعني سياسية ضد الفرنسيين وضد مخططاتهم في المشرق العربي مثل ما هي كانت موجودة هنا في المغرب العربي. رموز الإصلاح الفكري التي مارست نشاطها بين القرن 18 و19 الميلادي ممثلة في جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، أثرت بشكل أو بآخر في بروز حركة إصلاحية تعود إلى الدين الإسلامي بشكله العقلاني ونفض الغبار الذي علق بالإسلام، خصوصا وأن المغرب عرف أيضا نشاطا من التصوف ومشائق الطرق والزوايا. طبعا إن أفكار جمال الدين الأفغاني وأفكار محمد عبده الشيخ محمد عبده وبعدهما الإمام رشيد رضا
رحمة الله عليهم جميعا كان لها تفاعل وتجاوب في المغرب، باعتبار أن مجلة المنار بصفة خاصة التي كان يصدرها رشيد رضا، والتي كانت تنشر أفكار محمد عبده وأفكار جمال الدين الأفغاني، كان لها دور كذلك في التأثير على أفكار الشباب هنا في المغرب في الحركة الوطنية. كان تفاعل بين تلك الأفكار وتفاعل بين الروح الحقيقية الموجودة في المغاربة. ومن هنا فنقول لا نستطيع أن نرفض بأننا لم نكن متأثرين نحن في بداية نهضتنا بأفكار جمال الدين الأفغاني وأفكار محمد عبده. أفكار جمال الدين الأفغاني بالخصوص من ناحية سياسية، أو بالأحرى من ناحية مقاومة الاستعمار الذي كان في بداية نهضته، وأفكار محمد عبده من حيث الفكر العقلاني الذي أتى يصوغ بعض الآراء الإسلامية ولكن يعرضها عرضا جديدا. هذه الأفكار طبعا وجدت يعني قبولا هنا لدى كثير من الشباب ولدى كثير من العلماء. وهنا لابد أن أشير إلى عالمين جليلين قام بدور مهم فيما يتعلق ببعث الفكر السلفي في المغرب، وهما العلامة الشيخ شعيب الدكالي. وهذا الشيخ شعيب الدكالي عاش فترة طويلة في 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 في, في الحجاز، وكان يلقي دروسا بالحرم المكي، وعاش فترة كذلك في مصر، فهو استطاع أن يتصل بالفكر السلفي الذي كان موجودا في ذلك الوقت. ثم أتى بعده العلامة كنا نسميه بشيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي. محمد بن العربي العلوي كان من جهابذة العلماء في القرويين، وكان له دور في بعث الأفكار وفي مقاومة الشعوذة وفي مقاومة الخرافات وفي مقاومة الأضاليل التي كان يعني متأثر بها بعض العلماء أيضا. وكان صراع طبعا بين الفكر السلفي والفكر كذلك الجامد، وانتصر الفكر السلفي. طبعا في هذه الفترة وجد شباب الذين تأثروا بالفكر السلفي فحملوا المشعل. وكان في طالعة هؤلاء الشباب في ذلك الظرف المرحوم الزعيم علال الفاسي رحمة الله عليه. فزعيم علال الفاسي تولى الدروس إلقاء الدروس في جامعة القرويين وهو صغير السن، وكان يحمل حملة شعواء على المشعوذين وعلى الخرافيين. ومن هناك من ثم وقع التزام الحركة الوطنية التي كان يستقطبها ما يسمى بكتلة العمل الوطني في إبداك، ثم ما يسمى بالحزب الوطني وبحزب الاستقلال، جعلت أساسا لها الفكر السلفي. فكل نهضة يعني يهدف إليها الفكر الوطني لابد أن تجعل أساسها الفكر السلفي الإسلامي. نريد في الواقع أن نرتب هذا الحديث بشيء من ذائقته التي يبدو أنها مترفة ورقيقة بحكم هذا الذوق الرفيع الذي وجدناه في مجلسه، وهو ذوق يعود يبدو إلى أجداده العرب والأندلسيين الذين تركوا بصمات رائعة في المعمار وفي الموسيقى وفي الفنون. الواقع أنه يعني يمكن حصره سؤال أو كما تفضلتم. طبعا نحن عندنا في المغرب لازلت تأثيرات الأندلسية موجودة في بلادنا، ولازلنا متطبعين بها سواء في حياتنا أو في شكل هندسة بيوتنا وربما حتى في أذواقنا. ومن هنا لو أتيح لكم أمس الأمس لغير يوم تاني عيد،
يوم ثاني عيد زارتني مجموعة من هنا، يعني طلبوا مني يأتوا. كان هذا البيت مليان بلغة إخواننا في مصر، يعني كانوا هادو يسمى هواة الطرب الأندلسي، هواة الطرب الأندلسي، عبارة أنهم يعزفوا عزف اللي ورثناه على الأندلس. وإحنا دائما نقول كما لا يخفاكم أن الأندلس جزء منا، ولا نعتبر الأندلس شيء ونحن شيء آخر. هذه المنطقتين تسمى العدوتين، عدوة الأندلس وعدوة المغرب، باعتبار أن النفوذ المغربي كان يمشي دائما في الدول الموحدية والمرابطة والمغربية إلى آخره إلى الأندلس، وباعتبار أن علماء الأندلس ومفكرينها وفلاسفتها كلهم كانوا يأتون إلى هنا. كانت هنا نسمى عدوتين. فالطرب الأندلسي نسميه الطرب الأندلسي المغربي في آن واحد. إنما الشيء اللي كان يتلج صدوركم اللي كنتم حاضرين معي، هذا لو كان عرفتكم قبل، أن الساعة اللي كانوا يتربوا كانت القصائد التي يتربوا بها يعزفوا بها كلها في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، من أولها إلى آخرها، لدرجات الهيام، لدرجات الهيام الرسول، ثلاث ساعات أو أربع ساعات، فهي من ألد ساعات عمري كان أعتبرها. أولا من حيث أن أتجاوب مع 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 الطرب، الطرب هذا الأندلسي أو الطرب المغربي الأندلسي نسميه الآلة. وهل تشارك في هذا الطرب؟ لا أشارك في العزف، ولكن أشارك في التغني، في يعني النغمات أعرفها. نعم. النغمات أتابعهم فيها، النغمات أتابعهم فيها طبعا، ماشي الكل، ولكن ماشي يعني ماشي بارع، ولكن على كل حال أتذوق. هاوي مثل ما كيشوفوا الناس الكرة ويكونوا كيلعبوا فيها، كيكونوا اللي كيلعبوا كيكون الهاوي هو اللي هما كيتفرجوا. لو أردنا أن نبحث عن جذور للفعاليات السياسية والثقافية الموجودة اليوم على الساحة المغربية، هل نستطيع إرجاعها إلى تلك الفترة في الثلاثينات مثلا والعشرينات، حيث قام عدد من المغاربة بمواجهة الاستعمار الفرنسي؟ نذكر هنا مثلا علال الفاسي الذي كان له دور مشهود على هذا الصعيد، وهل نذكر هنا مثلا دورا ما للحركة الإصلاحية التي حاولت مواجهة المستعمر مواجهة فكرية وعسكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع طبعا أن الحركة الوطنية المغربية لها جذور، وجذورها الأساسية لمقاومة الوجود الاستعماري بهذه الديار المغربية العربية الإسلامية، جذورها ترجع أساسا إلى الفكر السلفي. فغير خفي عنكم أنه في أواخر العشرينات قامت حركة إصلاحية سلفية انبعثت من بعض العلماء الذين رأوا ضرورة الإصلاح والرجوع إلى المنبع الأول، باعتبار أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن الفكر الاستعماري لا يمكن أن يقاوم إلا بفكر أساسي يرجع إلى الأصل الذي وجدت به هذه الأمة المغربية. الشعب المغربي شعب متمسك بإسلام، منذ دخل الإسلام إلى المغرب
والمغاربة يشدون بنواجذهم على الفكر الإسلامي وعلى التمسك بالإسلام. وإذا كان الاستعمار أتى لمحو الوجود الإسلامي والوجود العربي، فإن النابهين أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينيات أدركوا أن أصل الداء هو الوجود الاستعماري، وأن روح الدواء هي الرجوع إلى المنبع الأول. ومن هنا كانت الحركة الوطنية المغربية ربما تختلف بعض الاختلاف عن الحركة الوطنية في المشرق العربي، باعتبار أن الحركة الوطنية المغربية في بداية تأسيسها جعلت جذرها الأساسي الإسلام، وأنه لا يمكن أن تقوم نهضة ولا أن تقوم مقاومة إلا إذا كانت مستمدة من المبادئ الإسلامية ومن الحقيقة الإسلامية. نعم. ولذلك كان تأثرنا نحن الشباب في ذلك في تلك المرحلة بهذا الفكر السلفي الإسلامي. طبعا الفكر السلفي هو ليس وليد آخر القرن العشرين، ولكنه يرجع إلى القرن الثامن عشر، عندما قام بعض الدعاة الإصلاحيين في بلادنا وعلى رأسهم كان الملك الصالح سيدي محمد بن عبد الله والملك الصالح المصلح مولاي سليمان بالخصوص كان له اتصال بالحركة السلفية التي انبعثت في المشرق العربي وفي المملكة السعودية بصفة خاصة في المملكة، فكانوا نوع من التجاوب، هذا نوع من التجاوب طبعا، وكان فيه نوع من الحوار ما بين علماء المشرق وعلماء المغرب فيما يتعلق ببعض الجوانب التي لا تصل بعمق الفكر السلفي وإنما بجوانب أخرى. أنا زواجي يمكن أن أقول لك أنه كان بدافع، أولا دخلت إلى السجن وأنا في سن 24 من عمري، هذه إحدى السجون، وتركت والدتي في حالة متأثرة وكانت منفعلة من سجني، وأنا نشأت يتيما، هي التي حضنتني وربتني، مات أبي وأنا في سن 8 من عمري، وكنت أتألم لأمي أكثر مما أتألم لنفسي. عندما خرجت من السجن بعد ما قضيت عام سنة كاملة في السجن في سنة 37-38، كنت في الرابعة والعشرين من عمري، الشيء الوحيد اللي فكرت فيه أنني أدخل السرور على أمي. كيف؟ الشيء اللي خطر في بالي أنني أتزوج وأقيم فرحة عرس جميل وتكون أمي فرحانة، فطلبت منها أنها تخطب لي، وبالفعل أجرينا الخطبة وتزوجت وأنا في 25 من عمري، أساسا من أجل إدخال السرور على والدتي التي فارقتني مدة وهي متأثرة، لا نتيجة حب أو غيره. وكم لك من الأولاد؟ عندي أولاد الحمد لله كثيرين وكلهم يساهموا في الحياة، عندي أولاد، عندي ولدي الكبير الآن هو عنده وظيفة أساسية في الوزارة المالية، هو الكاتب العام في الوزارة المالية يسمى خالد، وعندي أربعة أولاد آخرين، عندي أولاد آخرين وعندي بنات متزوجات وعندي أحفاد كثيرين، أنا الحمد لله أنعم بهم وأسعد بهم وأعيش حياة جديدة مع أحفادي مثل ما عشت حياة مع أولادي. وبالمناسبة أود أن أذكر لك أنني مثلا نغماتي وأناشيدي الوطنية اللي كنت في شبابي
كنا كنت نعلمها لأولادي، كنا نجلس هنا مثلا في البيت ونتغنى مع بعضنا بعض بأناشيد وطنية، أناشيد دينية، ثم أساسا قراءة القرآن بنغمات. أنا بديت حركتي الإصلاحية وأنا شاب كذلك بتنظيم تلاوة القرآن في المسجد، وكنت أقف بين الصفوف لأرتب القراءة وأرتب التجويد، وأنا في العشرين من عمري، أو في العشرين من عمري بالضبط. هذه أقرأ القرآن، أنا أحفظ القرآن الحمد لله لحد الساعة، وحفظا متقنا، و يعني أتلذذ بتلاوته، وأتلذذ كذلك بسماعه إذا كانت اللي يقرأ يعني أنصت إليه، صوته جميل ويحسن القراءة والتجويد.